السلام عليكم. أنا دكتور محمود رفعت شحاتة، مدرس الجراحة العامة. أنا النهاردة هتكلم على موضوع يعني هو مش سهل أوي الحق، محتاج تركيز شوية. هنتكلم على الأدرينال جلاند. قبل ما أخش على الجزء بتاعي، أنا بس هدي نبذة مختصرة أوي على الأناتومي والفسيولوجي بتاع الأدرينال جلاند. زي ما إحنا عارفين ان هما في تو ادرينال جلاند، واحده على اليمين واحده على الشمال. الرايت جلاند ديت موجوده عند الابر بول اوف ذا رايت كيدني بتوين ذا رايت كروس اوف ذا ديافراج اند انفيرو فينا كيف. الناحيه الثانيه الناحيه الشمال لاي على الابر بارت اوف ذا ميديال اسبيكت اوف ذا ليفت كيدني. يبقى احنا عندنا تو ادرينال جلاند، واحده على اليمين واحده على الشمال. بالنسبة لأدرينال جلاند، كل واحدة فيهم بنقسمهم لتو بارتس، أدرينال مضلة والأدرينال كورتكس. بالنسبة للأدرينال مضلة ديت حوالي 15% من الفوليوم بتاع الأدرينال جلاند. تمام؟ الأدرينال كورتكس بنقسمهم 3 لايرز. الأوتر موست لاير اللي هي زونا جرونيولوزا، و اللي في النص زونا فاسيكيولاتا، وديت اللي هي اللارجست اوف ذا كورتيكال زون، حوالي 75% من الادرينال كورتكس. والانر موست لاير اللي هي عباره عن زونا ريتيكيولاس. كل جزء فيهم مسؤول عن السكريشن بتاع مجموعه هرمونات. تمام؟ الادرينال المضله زي ما احنا قلنا بتكون حوالي 15% من الفوليوم بتاع الادرينال جلاند، وديت بريديوس الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين اللي هم بنقول عليهم اللي هم الكاتيكولامين. تمام؟ عن طريق مجموعه انزيمات معينه، زي ما بيقولوا المصدر الرئيسي للتكوين اللي هو التيروزين، وعن طريق مجموعه انزيمات معينه مش عايز اخش في اسمائها بالظبط، زي التيروزين هيدروكسيليز يمشي او الدوبا دي كاربوكسيليز، لغايه ما يكون لي ايه الدوبامين، والدوبامين يشتغل عليه انزيم معين يدينا النور ادرينالين، والنور ادرينالين يدينا ايه الادرينالين. يبقى الادرينال المضله اللي هي مسؤوله عن البرودكشن اوف كاتيكول امين اللي هم الادرينالين بنقول عليه ايه الابنفرين، والنور ادرينالين نور ابنفرين اند دوبامين. تمام؟ ودول كلهم synthesized from تايروزين عن طريق series of steps. تمام؟ يعني ان احنا نتطرق على الانزيمات، انا شايف انها ايه يعني مستوى يعني ايه اعلى شويه من ايه من الطلب من اندر جراد. ده الادرينال المضله. بالنسبه للادرينال كورتكس زي ما احنا اتفقنا ثلاثه ايه layers. تمام كده؟ الاوتر اللي هو زون جروميلوزا دوت المسؤول عن البرودكشن اوف مينرال كورتيكويز، اللي هو اهم واحد فيهم اللي هو سولت ريتيننج هرمون اللي هو الالدوستيرون، وبعد كده زونا فيسيكيولاتا اللي هم برودكشن اوف جلوك كورتيكويز اللي هم طبعا اهم واحد فيهم اللي هو ايه الكورتيزول، والانر موست لاير اللي هو زونا ريتيكيولاريز برودكشن اوف 6 هرمون المهم فيهم اللي هو الدي هيدرو اي بي اندروستيرون. خلاص؟ يبقى ادرينال مضله ريسبونس فور ذا برودكشن اوف كاتيكولامين، والادرينال ايه كورتكس 3 لايرز، زونا جلوميروزا اللي هم الالدوستيرون، زونا فاسيكيولاتا اللي هي الكورتيزول، زونا ريتيكيولاريز اللي هم ال 6 هرمون. تمام كده؟ اخدنا احنا نبذه مختصره عن الاناتومي والفسيولوجي بتاع الادرينال جلاند قبل ما نتكلم على الجروب اوف ديزيز اللي انا هبدا اشرحها. زي ما اتفقنا اخذنا في الاول مقدمه عن الاناتومي والفسيولوجي بتاعه الادرينال ايه جلاند، ودي مقدمه مهمه قوي. طبعا اساتذتنا في الاقسام الاكاديميه سواء الاناتومي او الفسيولوجي هيستفيدوا في شرحها، بس ده لازم تبقى المقدمه موجوده عشان نعرف احنا بنشتغل على اساس ايه. اول جروب من الديزيز بتاع الادرينال جلاند اللي يهمنا اللي هو الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا اند ادرينوجينتال سيندروم، وارجو منكم تركزوا شويه معايا عشان الموضوع ايه مش سهل قوي. المين بريكيرسور بتاع الكورتيزول، تمام، اللي هو الكوليسترول. جميل. الكوليسترول دوت
بيشتغل عن طريق الاي سي تي اتش اللي طالع من البيتيوتري اللي هو ادرينو كورتيك تروفيك هرمون، يدينا مجموعه ايه كومبوننت. مجموعه الكومبوننت دول بيشتغل عليها انزيمات معينه عشان توصل في الاخر للاند برودكت، تمام كده، اللي هو بالنسبه لنا ايه يهمنا الكورتيزول، او في المرحله اللي قبل الكورتيزول اللي هم السكس ايه هرمون اللي هو الاندروستينيديون والتستوستيرون. تمام، لو حصل اي مشكله في السينثيز بتاع الانزيم دوت اللي هو مسؤول عن السينثيتك باثوي، هيحصل بلوك في النقطه دي، بيحصل بلوك في النقطه دي، يعني اند برودكت مش هيتكون، هيحصل له ديفيشنت، والجزء او اللي اسمها الانترميديري بريكيرسور قبل الانزيم ده اللي حصل فيه بلوك هيحصل فيه ايه يزيد تاني. ماشي، الكوليسترول ده الاساس، يجي الاي سي تي اتش اللي هو طالع من البيتيوتري اللي هو الادرينال كورتيكوتروفيك هرمون يشتغل عليه، يدينا مجموعه كومبوننت. الكومبوننت ديت عن طريق مجموعه انزيمات بتشتغل كاسكيد معين، ماشي، عشان يدينا الاند ايه برودكت. الاند برودكت اللي هم ايه، مثلا اللي هو الكورتيزون. جميل، طيب جه دلوقتي انزيم معين حصل فيه ديفيشنسي، ماشي، الموست كومن انزيم ديفيشنسي في المجموعه دي كلها اللي هو ال21 هيدروكسيليز انزيم، اللي هو اكاونت فور 90% من ايه، من الحالات اللي هي بنشوفها. الانزيم ده موجود في النص الكاسكيد اللي هو بتاع ايه، التكوين بتاع الاند برودكت، بالتالي الانزيم ده مش موجود، يعني بالتالي الاند برودكت بيحصل فيها ديفيشنسي اللي هم ايه، المينرال كورتيكويد والجلوك كورتيكويد بتوعنا، تمام، و ايه البريكيرسور اللي قبل الانزيم دوت بيزيد. تمام، وصلنا كده للنقطه ديت، كويس قوي. هبدا ايه اقرا الكلام الموجود في السلايد. الكونجنتال ادرينال هايبربلاسيا دوت جروب اوف كونديشن يوجوالي انهيرتد از اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر. تمام، المشكله كلها في بلوك في السنسيس اوف كورتيزون اللي احنا قلنا عليه الايه الاند برودكت. البلوك دوت ممكن يحصل في اي حته في السيستيك باسوي من الاساس اللي هو الكوليسترول، وبالتالي الكلينيكال افكت ديبند ابون ايه ليفل اوف بلوك. تمام، اما بيقف تكوين الكومبوننت دوت بالتالي الاي سي تي اتش، ماشي، نص نيجاتيف فيدباك، نيجاتيف فيدباك اللي هو ايه، انا هشتغل على كومبوننت معين، الكومبوننت معين دوت عن طريق انزيم معين يدينا ايه اند بوينت او اند برودكت دوت حصل فيها ايه مشكله، يعني بالتالي اللي هو الاي سي تي اتش، ماشي، هيزيد، وده اسمها ايه نيجاتيف فيدباك، نيجاتيف ايه فيدباك. تمام كده، ان الاي سي تي اتش في العيون دول ايه هيزيد، اللي هو سكريت بايزي بيتيوتري جلاند. تمام، وقلنا الموست كومن انزيم بلوك اللي هو 21 هيدروكسيليز، وبالتالي يحصل ديفيشنسي في الاند برودكت بتاعت اللي هي الجلوكو كورتيكويدز والمينرال كورتيكويدز، ويحصل انكريس في كونسنتريشن للانترميديري، تمام، اللي هو الجزء المكون قبل ال 21 هيدروكسيليز انزيم، يعني هيزيد الجزء المكون ده، ماشي، اما بيتساب، ماشي، يدينا ايه الاندروجين، يدينا 6 هرمون، يعني بالتالي النت ريزلت عشان البلوك اللي حصل دوت في ال 21 هيدروكسيليز ان حصل ديفيشنسي في الجلوكو كورتيكويد والمينرال كورتيكويد، وبالتالي، ماشي، يحصل صوت لوس، عشان احنا قلنا ايه قبل كده، قلنا ايه، قلنا اللي هو السولت ريتيننج هرمون اللي هو الالدوستيرون اللي هو المينرال كورتيكويد. طب دي حصل فيها مشكله اللي هو بيعمل ايه سولت ريتينشن، يبقى في سولت ايه لوس، وبالتالي يحصل هايبر كاليمي، ادي دي الديفيشنسي بتاع المينرال كورتيكويد والجلو كورتيكويد. طب اون ذا اذر سايد، لا، في الاندروجين هرمون عمال يتكون بزياده يديها 6 ايه هرمون، وبالتالي يحصل لنا ايه بقى، اللي احنا بنقول عليه الهايبر اندروجينيزم اند ياتروجينيك هايبر كورتيكوسوليزم. تمام كده، في اللي هو ايه بقى بريكوشن بروبرتي اكسسيف فيرلايزيشن، تمام، ابنورمالتيز في الاكسترنال جينيتاليا. خلاص، ده التلخيص بتاع
بتاع الكونجنتال ادرينال ايه هايبر بليزيا. يبقى كده الفيشر اوف كونجنتال ادرينال هايبر ايه بليزيا عشان في هاي كونسنتريشن في الانترميديالي prior to 21 هيدروكسيليز اللي هو احنا قلنا الموست كومن انزايم ديفيشنت في الجروب دوت من الديزيز، هتلاقي فيه هاي كونسنتريشن اوف اندروجين وبالتالي يحصل امبشن ايه جينيتاليا ماشي، وعشان فيه ريدكشن في البرودكشن اوف مينرال كورتيكويدز اند جروب كورتيكويدز هيحصل صوت ايه لوس اند هايبر كالين، وبالتالي التريتمنت بتعمل ريبليسمنت اوف ستيرويد ماشي بيوند ذا انزايم بلوك اللي هو الاند بوينت بتاعتنا اللي هي ما الاند برودكت اللي هي لسه ما اتكونتش انا ايه هديها من ايه من بره دوت هيبدا يعمل ريستوريشن للفيدباك لوب اللي احنا قلنا ايه نيجاتيف ايه فيدباك لوب اللي هو عن طريق الاي سي تي اتش لو فاكرين طالع من البيتيوتري، وبالتالي يحصل ريدكشن للاي سي تي اتش تمام ويحصل ريدكشن للاندروجين اللي هم اللي هو بيعمل فيرلايزيشن تمام. بعض الحالات ده ما بيستفادوش قوي بالميديكالي، يجوا على الايه الدور بتاع الجراحه يستفيدوا من البايلاترال ايه ادرينالكتوم اللي هو ايه الجزء بتاعنا. يبقى انا في نقطه مهمه جدا، انا الحاجه اللي عايز اطلع بيها من المحاضره ان يبقى الدكتور اللي بيبص على الحاله ديت عنده خلفيه عن مجموعه الامراض ديت. وانا بتكلم بصراحه انا الدور بتاعي كجراحه، انا العيانين دول ما بيجيش يكشفوا عندي، كل العيانين اللي هم فيهم مشاكل بالشكل ده بالادرينال جلاند، بعد كده حتى هناخد بالتفصيل حالات الهايبرتنشن مثلا والحاجات دي كلها او الادرينال انسفشنسي، دول كلها بطنه تمام كده. احنا بيحصل لنا ريفيرال في بعض النقاط ماشي اللي هو فيها فيلير ميديكال تريتمنت او في دور لايه للسيرش، بس احنا لازم نبقى عندنا خلفيه لطبيعه المرض اللي بنتعامل معاه. دوت اول حاجه في الجزء بتاعنا في المحاضره اللي هو الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا اند ادرينوجينتال سيندروم. الموضوع بقى التاني المهم بالنسبه لنا في جراحه وبنشوفه فعلا بقى كتير فيكوموسايتوما. الفيكوموسايتوما ده الموست كومن تيومر اوف ذا ادرينال ميدالا ان ادلت تمام. دايما بيحصل من الثيرد للفيفث ديكيد اوف لايف تمام. الماجورتي اوف ذا فيكوموسايتوما بيناين يونيلاترال كاتيكول امين بروديوسينج تيومر. كاتيكول امين بروديوسينج تيومر اللي احنا قلنا عليهم قبل كده اللي هم ايه الادرينالين والنور ادرينال تمام. يبقى احنا قلنا الماجورتي اوف فيكوموسايتوما بيناين، ممكن تبقوا 10% ايه مالجنت، 90% يونيلاترال، 10% يونيلاترال، 90% في الادرينال ميدالا، 10% اكسترا ادرينال ان ذا سمباثيتك جانجليا لوفر ذا بودي. ممكن مالتيبل لوكيشن في برضه في 10 ايه برسنتج اوف كيسز تمام. ااا 25% فور كوموسايتوما هيرديتري جيرم لاين ميوتيشن اسوشيتد يعني ويز اذر كونديشن. الموست كومن اللي هو المين 2A او 2B النيوروفايبروماتوزيس تايب 1 او الفون هيبلينتو ديزيز يعني اسوشيتد ويز اذر ايه ديزيز. الكلينيكال فيتشر بتاع الفيكوموسايتوما تمام، احنا عندنا في هاي ليفل او فلكتويتنج ليفل اوف اكسس ادرينالين نور ادرينالين هما الابنفرين والنور ابنفرين تمام. وبالتالي ايه السيبتوم ار ريلابسنج اند ريميتنج تمام كده، عشان في فلكتويتنج ليفل طالعه نازله طالعه نازله تمام. يجي العيان ب هايبرتنشن ابيسوديك او سم تايم ريزيستنت هايبرتنشن ان سم كيسز، سوبنج هيديك، هارت بالبيتيشن، تاكارديا، بالور، ابدومينال بين، نوزيا، انكسايتي، ويت لوس، هايبرجلايسيميا او اذر فيتشرز اسوشيتد ويز الفاميليار ديس اوردر اللي قلنا قبل كده، يعني عشان هي بتبقى اسوشيتد ويز اذر ايه كونديشن. لو من 2A ميدالا ثيرويد كانسر فيكوموسايتوما اند باراثيرويد هايبربليزيا، لو 2B ميدالا ثيرويد كانسر فيكوموسايتوما نيروما سواء اورال او سباينال and marfanoid habitus. لو neurofibromatosis تمام يبقى cutaneous neurofibroma cafe olé spots and rich nidus. لو von Hippel-Lindau disease يبقى renal cell carcinoma hemangioblastoma
انجيوماتوزيس اند فيوكولوسايتوما، يبقى اسوشيت ويت اذر كونديشن، مش هنلاقي فيوكولوسايتوما ايه لوحدي. ودي برضو حق ايه يعني بتشوف الحق قليل. تمام. الدايجنوس بتاعنا كل الميديكيشن لازم تقف 1 ويك برايور تو تيستنج. ليه؟ عشان نتجنب الفلكتويشن في الليفل بتاعه الايه في الهرمونات اللي بنقيسها. هنقيس البيزك في الاول اللي هو بلازما فري ميتانفرين، تمام، اللي هما ايه المسكوبا بالنسبه لنا اللي هو الفينايل مانديليك اسيد، هنقيسه في الاول المفروض يبقى ايه عالي، وبعد كده في كونفيرماتوري تيست. تمام كده، بنقيسهم في 24 اور يورين، بنقيس الميتانفرين اند كاتيكولامين. تمام، برضه نبقى حريصين على قياس البلاد بريشر مونيتورنج، عشان دايما المانيفست دايما بيجي ان عيان يجي لنا هايبرتنسيف نوت كنترول باي ميديكيشن، يبدا الدكتور البطنه يبدا يفكر ماشي في السيرجيكال هايبرتنشن، اللي هو باول حاجه يطلب لك ايه ابدومينال ايه سي تي، يلاقي فيه ادرينال تيومر ماشي، يبدا يمشي في التشخيص بتاعها. تمام، سي تي ام ار اي، ولازم في العيانين دول لازم يبقى في ديفرنشال دايجنوزيس، سواء كان اندوكراين هايبرثايرويديزم ولا كارسينويد سيندروم، المينيبوس، كارديو فاسكولار زي الهارت فيلر والاريزميا، نيورولوجيكال زي الميجرين والستروك. تمام، وبالتالي التريتمنت انك انت لازم قبل العمليه بتاعتنا نظبط البلاد بريشر، نظبط البلاد بريشر بالفا وبيتا كلوكر، وليها طبعا شغل طبعا دكاتره التغيير قبل العمليه بيقعدوا يظبطوا العيان حوالي يعني ممكن يبقى من اسبوع ل 14 يوم لغايه ما يظبطوا ايه البلاد بريشر قبل العمليه، عشان وانس بتشتغل على الادرينال جلاند وتبدا تمسكها بيحصل صدر ريليز اوف ايه كاتيكول امين، يحصل بقى ايه بقى البلاد بريشر تلاقيه واحنا شغالين عالي جدا بيضرب في السماء، عشان كده بيبقوا ايه الامور تتاخد ايه وسبيشال بريكوشن. تمام، بنشتغل على التيومر، بنشيل الادرينال جلاند سواء اوبن المدرسه القديمه او لابروسكوب بالمنظار. تمام، فيكم سيتوما اهم ديزيز في المجموعه دي كلها اللي انا بشرحها في الادرينال جلاند، وهي الحاجه فعلا اللي بنشوفها كتير وفيسنج اس على طول. الموضوع المهم الثاني اللي هو البرايمري هايبر الدوستيرونيزم اللي هو الكون سيندروم، دوت بيكون حوالي من 5 ل 12% في الهايبرتنسيف ايه بيشنت اللي هم السيرجيكال هايبرتنسيف بيشنت. خلي بالك الهايبرتنشن في ميديكال اللي هو الكنترول باي ايه باي ميديكيشن، وفي بعض البنات اللي نوت ريسبوند تو ميديكيشن اللي هو السيرجيكال هايبرتنشن، هو responsible for 5 ل 12% من الهايبرتنسيف ايه بيشنت اللي هو الكونز سيندروم. تمام، السكس الالدوستيرون producing ادرينال ادينوما مور كومن ان فيميل، الادرينال هايبربلازيا مور كومن ان ميل، يبقى الادينوما مور كومن ان فيميل والهايبربلازيا مور كومن ان ميل. الاتيولوجي بتاعنا في عندنا autonomous overproduction of aldosterone اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو طالع من فين؟ من الزونة جروميلوزا. تمام؟ ايه الاسباب الموست كومن؟ bilateral idiopathic hyperplasia of the adrenal gland. تمام، هايبربليزيا اوف ايه ادرينال جلاند على ناحيتين، ده حوالي 60% او ادرينال ادينوما اللي هم الكون سيندروم بتاعتنا او الدو ستيرينوما ده ريسبونس فور 30%. في اسباب ثاني اقل اهميه اللي هو يونيلاترال هايبربليزيا اوف وان ادرينال جلاند او الدوسترون سيكريتين كارسينوما مش ادينوما او اكتوبيك الدوسترون برودوسينج تيومر زي الكدني زي الاوفر.
الباثوفيسيولوجي بتاعنا ايه بقى؟ ازاي يحصل هايبرتنشن؟ تمام؟ الالدوستيرون سيكريشن بيتم تنظيمه عن طريق حاجه اسمها رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. تمام؟ ده بيحصل نتيجه ديتكشن اوف لو بلاد بريشر في الكلى. يعني يحصل لو بلاد بريشر يحصل ستيميوليشن للسيستم ده اللي هو رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. لو زاد الالدوستيرون زي في الحالات اللي احنا قلنا عليها. تمام؟ اوتونوماس برودكشن اوف الدوستيرون هيزود الصوديوم الشامل. تمام؟ الموجوده فين؟ في الكلى، وبالتالي بيزود الري ابسوربشن بتاع الصوديوم. يحصل ووتر ريتنشن. يحصل هايبر تنشن. خلي بالك، يبقى ده الباثوفيسيولوجي عشان يحصل هايبر تنشن في الحاله بتاعت الكون سندروم. طيب، ازاي يحصل بقى هايبوكاليميا وميتابوليك الكالوسيس؟ ان اما بيزيد الصوديوم ري ابسوربشن، تمام كده؟ ماشي؟ بيحصل الكتريك جراديان ثرو اوبن بوتاسيوم شانل. يعني بيزود الصوديوم ايه؟ سكريشن. يعني الصوديوم ري ابسوربشن بيزيد، ماشي؟ عكس عكس بيحصل صوديوم ايه؟ سكريشن ايه؟ بوتاسيوم سكريشن، انا اسف، بيزيد. يبقى بيزيد الصوديوم ري ابسوربشن بيزيد البوتاسيوم سكريشن. تمام كده؟ يعني التخلص منه يحصل ايه؟ هايبوكاليميا، يحصل دروب في البوتاسيوم ليفل الموجود في البودي، يحصل هايبوكاليميا وبالتالي يحصل ميتابوليك ايه؟ الكالوسيس. تمام؟ اما يحصل هايبوكاليميا بيحصل ديسنسيتايزيشن اوف ذا رينال تيوبولز للانتيوريتيك هرمون، وبالتالي يحصل ايه؟ بوليوريا وبوليديبسيا، يحصل ايه؟ الدايبيتس انسيبتس اللي هو ايه؟ السكر. يبقى ايه تاني؟ الباثوفيسيولوجي ايه؟ الالدوستيرون سكريشن دوت بيتم تنظيم عن طريق رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم الموجود في الكلى. تمام؟ زاد الالدوستيرون نتيجه الاسباب اللي قلنا عليها، الاوتوماس برودكشن، ماشي، من الزونا جروميلوزا، بيفتح الصوديوم ايه؟ تشانل، بيزود الصوديوم ري ابسوربشن، بيحصل ريتنشن للووتر، يحصل هايبر ايه؟ تنشن. اما بيزيد الصوديوم ري ابسوربشن، تمام كده؟ رد فعل الجسم بيزيد التخلص من البوتاسيوم، يعني يزيد الصوديوم البوتاسيوم سكريشن، وبالتالي يحصل هايبوكاليميا وميتابوليك الكالوس. اما يحصل هايبوكاليميا بيحصل ديسنسيتايزيشن اوف ذا رينال تيوبولز للانتيوريتيك هرمون، ماشي، اللي هو ايه؟ بيساعد على الامتصاص، يعني يحصل بوليوريا، تلاقي العيان ايه؟ مكتيوريت كتير قوي، تمام كده؟ يحصل الدايبيتس ايه؟ انسيبتس. الكلينيكال فيتشرز زي ما اتفقنا، هايبرتنشن او مانيفستيشن اوف ايه؟ هايبوكاليميا زي الفاتيج، ماسل ويكنس، كرامب، هيديك، بوليوريا، بوليديبسيا، كونستيبيشن، بالبيتيشن. الدياجنوز بتاعنا بقى ان احنا بنقيس الالدوستيرون كونسنتريشن في البلازما تو بلازما رينين اكتيفيتي. بلازما الدوستيرون كونسنتريشن تو بلازما رينين اكتيفيتي. في حالات الكون سندروم زي ما اتفقنا الالدوستيرون بيزيد والرينين ايه؟ بيقل، وبالتالي البلازما الدوستيرون كونسنتريشن زايد والبلازما رينين اكتيفيتي بيقل، والريشيو اللي هو العلاقه اللي ما بينهم بتزيد، الريشيو بيوصل ايه؟ اكتر من 20. كونفيرم الدياجنوز بتاعنا عن طريق الايمجنج سي تي او حاجه اسمها ادرينال فينس سامبلنج. ازاي بقى بنعمل الادرينال فينس سامبلنج دوت؟ تمام؟ البلازما الدوستيرون كونسنتريشن هنقيسه عن طريق كاستر تحط في الرايت ادرينال فين، تمام، ونقيس البلازما الدوستيرون كونسنتريشن. سي مثلا هو 1 4 فولد انكريز، تمام، في البلازما الدوستيرون كونسنتريشن في الحته اللي احنا شاكين فيها الافكت سايد كومبيرد وذ ذا كونترولاترال سايد الناحيه الثانيه از سجستيف اوف يونيلاترال ايه؟ ديزيز. سمول اور نو ديفرنس في البلازما الدوستيرون كونسنتريشن بتوين ذا تو ايه؟ سايد، يبقى ايه؟ سجستيف اوف بايلاترال ايه؟ هايبر بليسيا. يبقى احنا بنقيس السيرم بلازما الدوستيرون كونسنتريشن، لو لقيناه 4 تايمز اكتر من الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ الناحيه دي بس هي الافكتد يونيلاترال. لو لقينا سمول او نو ديفرنس مفيش فرق بينهم يبقى ايه؟ بايلاترال ايه؟ افكشن. لازم برضو نفرق من البرايمري هايبر الدوستيرونيز والسكندري. خلي بالكم برضه في تيرش بس انا ما رضيتش برضه
حسيتها انها مش تبع الاندر جرادويت قوي. تمام كده؟ يعني احنا هنشوف السكندري هايبر ارتري ستينوزس بيحصل نتيجه ايه؟ يحصل نتيجه رينال ارتري ستينوزس، ماشي، رينين سكريتنج تيومر، ادفانس كونجستيف هارت فيلير، ليفر سيروزس، لاكستيف ابيوز، ماشي. والدياجنوز بقى هنا هنلاقي البلازما ارتري كونسنتريشن زايد، ماشي، والبلازما رينين اكتيفيتي زايد. خلي بالكم في البرايمري البلازما ارتري كونسنتريشن بيزيد والبلازما رينين ايه اكتيفيتي بيقل، هنا الاثنين بيزيدوا، وكده هنعرف نفرق بينها من البرايمري من السكندري. تمام. التريتمنت في حالات البيلاترال ادينو هايبربليزيا بنستخدم ميديكال ايه تريتمنت الدوستيرون ريسبتور انتاجونست. عايز توقف الالدوستيرون اللي هو مشكله كلها في زياده البرودكشن بتاعه عن طريق ادويه، الموست كومن اللي هو سبايرون ايه لاكتون، ماشي. في حالات اليونيلاترال زي حالات الادينوم زي ما قلنا او الكارسينوم او هايبربليزيا بنعمل ايه السيرجري بتاعتنا اللي هي ايه ادرينالكتومي، او لو العيان بور سيرجري كاندي اللي هو انفيت فور سيرجري، عنده مشاكل كارديوبالمونري مش هيعمل العمليه، برضه بنستخدم التريتمنت بتاع في الحالات البايلاترال ايه هايبربليزيا اللي هو الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست. الموضوع المهم تاني هنتكلم عليه اللي هو الكوشنج سيندروم، مهم جدا. الكوشنج سيندروم ده كاركترايزد باي انكريز ليفل اوف سيركيوليتنج ايه جلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزول، الميجور جلوكوكورتيكويدز الموجود في البادي. تمام. اللي هو طالع من فين؟ من الزونه ايه فاسيكيولاتا. خلاص، يبقى المشكله كلها في الزونه فاسيكيولاتا، المشكله كلها في الاوفر برودكشن اوف ايه سيركيوليتنج جلوكوكورتيكويد اللي هو ايه الكورتيزول. ايه الفيشر بتاعت الكوشنج سيندروم؟ اوبيستي، هرشويتازم، مينستوال ديس اوردرز، هايبرتنشن، دايابيتس، فراكشر، بروزنج، سايكولوجيكال سيمبتومز، كونجستيف هارت فيلير، ايديما، هيديك، باك بين، بافلو هامب، هايبر بيجمنتيشن. تمام؟ كل ده الفيشر بتاعت الكوشنج سيندروم. طب الايتيولوجي؟ الايتيولوجي عندنا في نوعين كبار. ACTH dependent، حاجة معتمدة على ACTH اللي طالعة من البيوتري اللي هو الأدرينوكورتيكوتروفيك هرمون، وحاجة ACTH independent. تمام كده؟ الـ ACTH dependent تحتيه حاجتين مهمين. حاجة مشكلة في البيوتري، ده البيوتري مايكرو أدينوما أقل من 1 سنتيمتر كان بيتكتل باي سي تي ولا ام ار اي، ولا في اكتوبيك سكريشن اوف أدرينوكورتيكوتروفيك هرمون زي حالات الديسمول سيل لانج كانسر أو البرونكوجينيك كارسينوم. الـ ACTH independent دي حاجة بعيدة عن البيتيوتري أو حاجة بعيدة عن الإكتوبيك سكريشن بتاع الـ ACTH اللي إحنا قلنا عليه زي البرونكوجين كارسينوما أو السمول لانج كانسر، أدرينال أدينوما أند كارسينوما، بايلاترال أدرينال هايبربليزيا، ياتروجينيك أفتر لونج أدمستريشن أوف سترويد، ودي بنشوفها كتير قوي، تلاقي العيان اللي بياخد سترويد كتير لونج تيرم قالك وش نفخ، يحصل بافلو إيه هام، يحصل مشاكل في السكر، يحصل مشاكل في الضغط، ودي اللي هي بتشوفها ايه كتير قوي. تمام. الدياجنوز بتاعنا نركز شويه، احنا هنقيس الكورتيزول ليفل في اليورين 24 اور، ده سنسيتيف حوالي 95%. كورتيزول دايمر ريزم اما يبقى عالي اكتر من 50 ان مول كل لتر، سليبنج ميد نايت كورتيزول ليفل ده ليه 100% سنسيتيفيتي اند سبيسيفيتي. في تيست لو دو ديكساميثازون سبريشن تيست، هندي الدوكساميثازون جرعه صغيره 1 ل 2 مللي جرام ذا نايت بيفور القياس بتاعنا، ونقيس الساعه 9. المفروض الكورتيزول ليفل يقل في النورمال بيبول اقل من 50، لكن في حالات الكوشنج فيل تو دو، فيل انه يقل افتر ادمنستريشن اوف لو ديكساميثازون اللي هو 1 ل 2 مللي جرام. طيب كده كل دوت في ايه؟ في قياس الكورتيزول ليفل.
طب نقيس الاي سي تي اتش؟ اه نقيس الاي سي تي اتش عشان احنا قلنا ايه؟ في بعض الانواع اي سي تي اتش ديبندنت. اف ذا الفيت كورتيزول ليفل از اي سي تي اتش ديبندنت، الاي سي تي اتش ويل بي ايه؟ الفيتد. لو اندبندنت يبقى ايه؟ الاي سي تي اتش لو. يبقى احنا كده القياس بتاعنا في حاجتين، كورتيزول والاي سي تي اتش، عشان احنا عندنا في حالتين اي سي تي اتش ديبندنت معتمد على الاي سي تي اتش، وبالتالي اما يبقى الكورتيزول ليفل عالي في الحالات الديبندنت هتلاقي الاي سي تي اتش عالي، اما يبقى الاي سي تي اتش اندبندنت في الحالات الاي سي تي اتش اندبندنت هتلاقي الاي سي تي اتش ايه؟ واطي. تمام؟ طيب احنا قلنا الاي سي تي اتش اندبندنت ديت الحالات اللي هي نتيجه ادرينال كوز، نعمل سي تي ونعمل ام ار اي نلاقي المشكله فين؟ في الادرينال، نلاقي فيها كارسينوما، نلاقي ادينوما، نفرق بينهم ازاي؟ عليها اختلافات كتيره قوي، بس اجتمعوا ان اما يبقى السايز اكتر من 4 سنتيمتر يبقى بتمشي ناحيه المالينانسي اكتر. طيب في حالات برضو من ضمن الدياجنوز في حالات الاي سي تي اتش ديبندنت، الحالات المعتمده على الاي سي تي اتش، جميل؟ بنعمل تيست اللي هو الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. احنا اخذنا اللو دوز اللي هي 1-2 مللي جرام، لا ده هاي دوز، تمام كده؟ الهاي دوز يعني انك بتدي 2 مللي جرام كل 6 ساعات فور 2 دايز، التاني كنا بندي 1-2 مللي جرام النايت بيفور القياس، لكن ده بتدي 2 مللي جرام تمام؟ كل 6 ساعات فور 2 دايز. المفروض لو حصل ريدكشن في الكورتيزول ليفل اقل من 50% ماشي، بوينت وورد كوشن ديو تو بيتيوتري سكريشن اوف ايه؟ اي سي تي اتش، تمام؟ لكن في حالات الاي سي تي اتش اندبندنت ملوش دعوه بالايه؟ بالاي سي تي اتش او اكتوبيك اي سي تي اتش، نو سيجنيفيكانت دروب في الكورتيزول ليفل. احنا دلوقتي اعطينا الديكساميثازون صح كده؟ كل 6 ساعات 2 دايز، ده اللي هو الايه؟ الفيدباك لوب اللي احنا قلناها النيجاتيف، لازم الاي سي تي اتش ايه؟ يحصل له دروب. لو حصل ريدكشن في سيرم كورتيزول ليفل لاقل من 50% ده بيوجهنا ناحيه الكوشنج ديو تو بيتيوتري سكريشن اوف ايه؟ اي سي تي اتش، تمام؟ ليه؟ عشان الاي سي تي اتش هو اللي مسؤول في الاخر على تكوين ايه؟ الكورتيزول. لكن في حالات الاي سي تي اتش اللي هي مالهاش دعوه خالص بالاي سي تي اتش مش هيحصل ايه؟ سيجنيفيكانت دروب في الكورتيزول ليفل. طيب في تيست تاني؟ اه في تيست تاني، انك تدي هاي دوز ديكساميثازون ماشي سبريشن تيست اوفر نايت مره واحده بس، بدل ما بنقول 2 مللي جرام كل 6 ساعات فور 2 دايز، لا دي 8 ايه؟ مللي جرام، ونقيس الكورتيزول ايه؟ ليفل الساعه 9 الصبح تاني يوم ماشي؟ المفروض البلازما كورتيزول ليفل يقل عن 32% من ايه؟ من البيس لاين، تمام كده؟ بعد كده بعض بس مش كومن قوي ان احنا انفيرو بتروزال ساين كاسترايزيشن، تمام كده؟ بتقيس الاي سي تي اتش ايه؟ برودكشن دايركتلي من ايه؟ بيتيوتري جلاند، بتقيسه دايركتلي ماشي؟ وهو طالع ايه؟ من ايه؟ البيتيوتري، تمام كده؟ وبرضه لو احنا شكينا ان المشكله كلها في البيتيوتري هنعمل سي تي وام ار اي عشان لو في بيتيوتري مايكرو ادنوما زي ما ايه؟ اتفقنا ماشي؟ او في حالات الاكتوبيك اللي هو البرونكوجين كارسينوما او السمول سيل لان كانسر برضه بنعمل سي تي شيست. يبقى احنا عندنا عشان ما نتوهش ملخص الجزء ده، عشان ما انتهش زي ما احنا قلنا ملخص الجزء ده، انا عايز اوصل ل ان العيان ده كشك صح كده؟ هنقيس الكورتيزون ليفل، لو عالي يبقى احنا في مشكله، يبقى في اوفر برودكشن اوف جلوكو كورتيكويد صح كده؟ هنقيس ازاي الكورتيزون ليفل ماشي؟ عن طريق ايه؟ ثلاث حاجات نشيك عليها، سناف اليورين لقيناه عالي، بعد كده كورتيزول داين الريزم لو الناء اليفيتد اكتر من 50 تمام، ان مول
بير ليتر سليبنج ميد نايت ماشي كورتيزول ايه عالي يبقى ايه السيت تو هاف 100 سنسيتيفيتي انت سبيسيفيك في حالات الكوشن ده ان جنرال وندي ديكساميثازون لو دوز 2 مللي جرام في النايت بيفور قبل القياس بيوم ونقيس ايه 9 ايه الصبح المفروض اما تدي ديكساميثازون بجرعه لو دوز بيحصل سبريشن صح كده ماشي الكورتيزول اللي بيحصل ايه سبريشن انت جبت له حاجه من بره ماشي دي الجسم مش محتاج يطلع جميل يحق الجسم ايه يقول لك لا وقف يبقى الكورتيزول ليفل في النورمال بيبل يبقى ايه سبريست اقل من 50 لكن في حالات الكوشن لا الجسم مش هيقول كده ده شغال ماشي اوفر برودكشن للكورتيزول يبقى كده دوت شخصنا ان في مشكله في الكورتيزول ليفل يعني شخصنا ان في مشكله فين في الادرينال جلاند كوشنج سيندروم طيب الاي سي تي اتش مهم ان نقيسه اه مهم ليه عشان في حالات قلنا اي سي تي اتش ديبندنت وفي اي سي تي اتش اندبندنت تمام قسنا الاي سي تي اتش ليفل تمام في حالات الديبندنت اللي هو بيعتمد عليها يبقى اليفيت في حاله الاندبندنت يبقى ايه مش اليفيت لو طيب ادي كده ايه نقطتين طيب قبل ما اخد التستات ديت طب الامجنج هنعمل امجنج نعمل امجنج عشان احنا قلنا في حالات اي سي تي اتش ديبندنت معتمد على البيتيوتري تعمل سي تي ولا ام اي تلاقيها بيتيوتري مايكرو ادنوم اكتر من 1 سم في حالات اكتوبيك بيفرز من ايه؟ اكتوبيك سايت زي حالات سمول لاين كانسر او بروكوجين كارسينوما ماشي في حالات مشكلتها كلها في الادرينا تعمل سي تي وام ار اي على الابدومين تلاقي ادينوما او كارسينوما ماشي في اوفر برودكشن للكورتيزول ماشي وقلنا ساعتها ان الكارسينوما دايما الفرق بينه وبين الادينوما في الامجنج صعب قوي واستقروا ان اكتر من 4 سم تمشي اكتر ناحيه ايه؟ الكارسينوما وبعد كده نخش التستات اللي هي بتلخبط شويه حتى كده بتلخبطنا احنا على مستوى احنا بنذاكرها في البوست جراد تمام انت عايز تقول ان الاي سي تي اتش الكوشن سنون ده اي سي تي اتش ديبندنت ولا اندبندنت ديبندنت يعني ايه يعني معتمد على الاي سي تي اتش يعني المشكله كلها فين في البيتيوتر تعمل ايه تالت ستيت رقم واحد تقيس الاي سي تي اتش وهو طالع من البيتيوتري جلاند عن طريق انفيرو بيتروز ساينس كاستورايزيشن اللي هي رقم ثلاثه رقم اثنين تد جرعة كبيرة ديكساميثازون 8 مللي جرام في اليوم بالليل وتقيس الكورتيزون ليفل الساعة 9 ايه الصبح تمام قال لك 9 ذا نيكست ايه مورنينج اند اجين تشيك عليه تاني ذا مورنينج فولو ذس بلازما كورتيزول ايه ليفل هتلاقيه قل عن 32% من البيز لاين من القياس يقل بنسبة اكتر من 30% او التيست الاولاني اللي هو الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست انك بتدي 2 مللي جرام كل 6 ساعات فور 2 دايز لو حصل ريدكشن في السيرم كورتيزول ليفل لاقل من 50% ده كوشنج سندروم ديو تو بيتيوتري ايه سكريشن من الاي سي تي اتش لكن في حالات الاي سي تي اتش اندبندنت او الاكتوبيك اي سي تي اتش ما بيحصلش سيجنيفيكانت دروب في الكورتيزول ليفل تمام التريتمنت السيرش المينستيم اوف تريتمنت في حالات البيتيوتري او حالات ايه الادرينال لكن في حالات الادرينال خلي بالك ان العيانين دول عرضه للبوست اوبرتيف انفكشن والسكين انجري والفراكشر بعد العمليه عشان كده تدي بروفلاكت انتي بايوتيك خلي بالكم الريميننج ادرينال جلاند الطبيعيه ودي بي سبريس بوست اوبرتيف وبالتالي لازم تدي ستيرويد ريبليسمنت لغايه لما ترجع لطبيعتها تاني انتلت ريكفر وفي حالات الاكتوبيك اي سي تي اتش بروشن تريتمنت اوف ذا برايمري كوز سواء كان برونكوجينيك او سمول لانك كانسر تمام كده اخر موضوع هنتكلم عليه اللي هو الادرين انسفشنسي اللي هو الادزون ديزيز ده عباره عن ايه failure of the adrenal gland to produce adequate amount of adrenocortical hormone في مشكلة في الادرينال جلاند مش قادرة تفرز الهرمونات اللي هي مطلوبة منها سواء autoimmune وده من ضمن الأسباب المهمة لإلا مشكلة في البيتيوتري يحصل لك فيلير للهايبوثالاميك بيتيوتري كورتيكوتروفيك اكس اللي هو المسؤول عن تنظيم الهرمونات من اول البيتيوتري جلاند لغاية
الادرينال جلاند، شلت جزء من الادرينال تيشو والناحيه الثانيه سبريست، في انفلتريشن باي تيومر، في انفلتريشن باي ميكس من اذر اورجان، هيموريج في الادرينال جلاند دمرها، عيان خلاص اند ستيج وات ايفر الكوز ايه، بور هيلينج ويت لوس انوركسيا فاتيك، مش قادر. بالنسبه للدياجنوزيس تيست اسمه شورت سينسين تيست، هنقيس سيرم كورتيزول ليفل قبل وبعد 30 وبعد 60 دقيقه من انترافيس او انتر ماسكولار انجكشن وفي سي تي اتش. المفروض في الهيلثي بيبول يحصل زياده في الكورتيزول ليفل جامد قوي، اكتر من 500 انمول لكل لتر. تمام، امبيشنت وذ ادرينال فيلير خلاص مش عارفه تفرز، نو انكريز ان سيرم كورتيزول ليفل. طب التريتمنت بتاع الادرينال انسفشنسي، تدي ريبليسمنت جلوكورتيكويز من بره من رايل كورتيكويز. تمام، ده التريتمنت بتاعه. طيب في حالات تبقى لايف ثريتنج اللي هي الحالات اللي هي الاديسونيان كرايسيس، ادرينال كرايسيس. تمام كده، دي عباره عن اكيوت سيفير جلوكورتيكويد ديفيشنسي ذات ريكوير ايميديت ايمرجنسي تريتمنت. تمام، في بريسبيتيتنج فاكتور ستريس ان بيشنت ويز اندرلاينج ادرينال انسفشنسي زي مثلا جي اي تي النس، في انفكشن، في فيزيكال ستريس او بين، في سادن ديسكونتينويشن للجلوكورتيكويز افتر برولونجد ادمنستريشن، حصل بلاتر ادرينال هيموريج او انفكشن مره واحده، يجي العيان بهايبوتنشن، شوك، فيفر، فوميتنج، دايريا، سيفير ابدومينال بين. الدايجنوستس بيعتمد على الكلينيكال سسبشن، لازم تبقى حاطط الموضوع ده في دماغك عشان تبدا تفكر فيه وتسحب التحاليل المطلوبه. تمام، بتسحب طبعا الروتين لاب في الاول، بتلاقي هايبوناترين صوديوم قليل، هتلاقي هايبوكالسيميا كالسيوم قليل، هايبركالينيا البوتاسيوم عالي، السكر واطي. تمام، تسحب الكورتيزول ايه ليفل، ولازم تسحبه قبل ايه ما تدي اي ديكسيميسيزون او كورتيكوستيرويد من بره، نقيس الاي سي تي اتش ليفل، والمانجمنت كله لازم يبقى مانج في الاي اي سي، تدي جلوكورتيكويد ريبليسمنت ثيرابي من بره، تدي فلويد ريسسيتيشن كويس قوي، لو العين ده فيه سيبتك شوك لازم يعمل تريتمنت للاندرلاينج ايه كوز، تحسن السكر، وكونسيدر ايرلي اندوكرينولوجي كونسلتيشن. كده احنا خلصنا موضوع الادرينال جلاند. انا عارف انه موضوع مش سهل، حاولت ابسطه قدر الامكان، هو موضوع كبير واختصرت فيه كتير قوي، ان شاء الله يعني الاختصار ما يضرش بايه بالمحتوى. زي ما قلت لكم انا اسمي دكتور محمود رفعت، لو في اي استفسار ممكن نتواصل عن طريق السكرتاريه استاذ محمد او استاذه امل، وتتواصلوا معايا لو في اي مشاكل، بحس ابسط يعني ان شاء الله الامور ابسط من كده باذن الله. واسف على الـ يعني ان انا اثقلت عليكم، وشكرا لكم جميعا، شكرا.